حق 400. روح اسمع اسمع قاحي دقيقة لا تطبق. لا بطل والله تخسي والله ما تشغل انقلع بس انقلع انقلع. لا لا ما انا مشغله اقول لك ما انا مشغلك خلاص انطر دقيقة. شو اللي السناب ترى ما فهمتك. كمل كمل بلعب بلعب كمل كمل باقي 200 ولا كمل 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 ولا كمل أربعمية باقي مية. أبيكم تشيرون للجولة يا مال الشحم وأبيكم تكبسون. ثلاثين. باقي سبعين. جبل طير أو ناقة طير أو ناقة يلا سانس ما قبل كذا بلا ما اكتمل اني انا دخت ورحت البيت ورحت جني سامة تعال سالفة البرنامج عيال كل احتياطك قاعد تشوفون يا رب هي تدرون ايش يعطونهم حاضر لانهم قليلين ادب لو محترمين مثلي لسانهم نفسي ما يغلطون ما حد يجي له حاضر سبحان الله نستطيع الجولة دي ترنها جولتين أيوة يا عيال ترى دي ثانية آخ الله ما صلعت إلا من ذا الصحن قسما بالله هو على راسي أرحب أيوة قسما بالله بالموت أرحب يا الموت أرحب أرحب 10 ثواني إلهي جولتين الله اللي ما عين اخي قسما بالله معقوله مره ثانيه برضو بيض الله وجهكم ورحم الله والديكم لا انتم جميعا شكرا ابو مدرك ابراهيم كموش ابراهيم بعينك ابو شباب لا انت اجي احفل متاخره اوكي لا انت لا انت لا انت لا انت يا عيال عز الله النبي يصلي بشرق لو فاز الجوله دي ثانيه شيروا عيال ها شيروا يديكم سوا يا مال الشحم شيروا عيال ويديكم سوا انا طالبكم طلبه يديكم قسما بالله يا صلعت كذي لو فزت باذن الله الواحد الاحد باذن الله لو فزت لا اخليها تطلع دخان والله لا اخليها تطلع دخان تدري شو المشكله اقسم بالله انت يمكن تقريبا انت رقم 100 اسمعها تقولها لي قد ضربتك ملاحي وانت تعرفني زين قاح يرحمني وكل شيء موجود قاح يرحمني ايوه هاي شكلك نسيت ما شفتك بالرياض لا 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 كل شيء موجود يا عيال طالبكم يا عيال يديكم مع اخوياكم ها
بشنط افجع لي مناك متعرض على النار يا شيخ. ولا انت بيض الله وجهك ورحم الله والديك. طياراتك يا كينج دبل. طير او نار قفل عندي الدبل. انا اقول لكم الجوله دي على الصدام كذا من 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 عندي. انا اقول لكم باذن الله الواحد الاحد ورب الكعبه والله تخسي تفوز. كيف رب الكعبه تخسي تفوز؟ لا تخسي الرجال. اقول لك يا تخسي نيام. لا تخسي الرجال احسن لك. تخسي تفوز. يا رجال اضربوا في الجبل يا رجال ما خوينا. جيبوا الرحاب. الرحاب يا بخ. والله العظيم انكم هيبة اقسم بالله. حتى اللي بيدعم يبي يحفل بالدبل. ورب الكعبة انه ما حد يقدر يطلع بوجهكم. وربي حي الغوة. هذا اللي اقدر اقول لكم اياه. ارحب الصارم دونها غلمان شمار واختفضني يوم عصمان الشوارب. اخذ دقيقه يا ول اذبح يا عويذر. سويت لكم رعب انا والله يا ملحلح. وتركز شدوا شدوا ابراهيم. شنو؟ لما تقول كذا اكسر خشمك يا الطقوع. تسمع ولا لا؟ هذه المهارة على غيري يا ريال. يا ريال دزمها. يلا دزم امها بس يا ريال دزمها. شدوا عنا لو بعلمك علم وجيزيك مع الملك.
لك عبد العزيز سولفون وش نايمين سواء كان بابا ما حد جهل تاريخنا وفعولنا شدوا بس شدوا العادي خاف ولنت بحولنا الرجال قاعدين يشدوا في البلكونه وانتم دبل العشر والعشر ما ترجع ثمان راح نغسل متركي مع بعض مع بعض لا توجت لا سمعت مع بعض راح يجهفل ما يدعم بالوجه يجهفل خلوكم مع بعض السلام والله ان يظهر وحملة خفيف والله ان يظهر وحملة خفيف او كحلنا محتملنا الجهامه يوم شدوا مع بعض شدوا 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 يشهد المصمك ويشهد وسامه يوم بعض الناس ما عاد شيف وتشهد الوديان خشم العدامه يوم كان الوقت شر مخيف يوم كان الوقت شر مخيف ويشهد الروح المسمى فعامه ويشهد الويد ويشهد منف قالها الشيخ المردد وعاد يوم قد مال ونف يوم سبورت تيجي ولا ما تيجي تيجي ولا ما تيجي تيجي ولا ما تيجي آخر دقيقة ابراهيم يا ابراهيم معك يا عيال قبل لا تصل حدود الغريب شوشو تنطوحوا بالعمامه ما على السبعان شي ينكلف يسهو الحزامنا فالرغامه ابراهيم يا ابراهيم يسر الحلف موقف الفزعه يسر الحلف آخر ثواني آخر ثواني مرحب يا إبراهيم بوتركي سبورت دكتور اي جي كبسين وافي للشيوخ كلكم شنو صارت في بيض الله وجهك بشنظوف بيض الله وجهك ورحم الله والديك
أرعب أنتوا جميع. وبيض الله وجيهكم ورحم الله اثنين جابوكم. الحكم الأول روح. اللي عند ملاحي ما قصرتم، اللي عندي ما قصرتم. الحكم الأول يطول العمر السلامة، تجيب لي خلطة مكونة من ثمانية أصناف. ثاني الحكم الثاني أبيك طويل العمر والسلامة تتروش وبرة في الحوش شواية 80 مرة. الحكم الثالث 12 قرن فلفل تقطعها تحت لسانك تخزنها لمدة جولة كاملة. حلوين الفلفل راح يطول إذا بجي وأنا أنتظرك. ترى قاعد بخيران، أسأل أي كويتي عندك داخل البث تنظر نص ساعة ساعة كيفك أخذ كيف بالبث. دقيقة، عندك ثلج؟ طيب عندي ثلج. يا سلام، كيس ثلج كامل تفرغ داخل فنينتك وتتصلب قدامي 5 دقائق. كيس ثلج كده داخل بطنك وتقفل عليها من داخل، تتصلب قدامي 5 دقائق، تتحرك تنزل ثلجة واحدة آخر 5 حصانات. الخلطة شنو؟ الخلطة 4 بيضات، زيت زيتون، تونة، بهارات، فلفل مطحون، وآخر شيء تحطه كركم، تخلطها وتشربها قدامنا بشكل واضح. والكمباك يا ملك، أرحب يا بالفوز. 4 بيضات، زيت زيتون، بهارات، فلفل، فلفل مطحون، كركم. ما عندي فلفل. طيب كركم. أيه. عندك كركم؟ حلو. تونة؟ ما عندي. نغير لك التونة وحط بدل التونة 10 ملاعق ملح. يلا يلا، انا ما حد يقول لي طرق. بيض الله وجيكم ورحم الله والديكم وعز الله يعزكم ولا يعز عليكم. جوي يا أخي كفو. بس اسمع اسمع سم، عشان تقول لك أنا قاعد عشان يثبت الثلج على بطني. ملاحي أنت تعرفني، انا ماني جديد ترى، عرفتك الحين خويي وكم لي وكم اعرفك من سنوات. اقول لك انا قاعد اوكي اوكي وانت اي افضل شيء وانت قاعد عشان يتجمع على البطن. يا سلام حلوين. بس خليني قايس على تصير الشخص. انا مليون ابو شنضبع. دقيقه، ممكن اي احد يقول كذا هذا ناقص فلان مشخص فلان؟ يعني لو احنا قلنا كذا هذا المنطقه اخذناها بدل المنطقه كان يرجال معينا خير، لا على انفسنا ولا على اخويانا. بيض الله وجيه اللي عنده واللي عندي. ها سم، جولتي بالحرام ما خليها في خاطرك. كسر كسر. الثلج كامل القايد على لهن تيه التكبيس. اي يا اخي
شوف روح ما ادش اوكي لين تنتهي الجوله وانت كذا كذا على بطنك خلك مصلب قدامي زي الالف هاي عيال منا تعال يا ملحلح